اهلا بكم. علمت مصادر بين سبورتس ان رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم محمد راوراوا اعلن عدم ترشحه لعوده جديده بسبب وضعه الصحي. هذا القرار جاء خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري وبعد الانتقادات اللاذعه التي وجهت لراوراوا في الايام الماضيه، خاصه بعد الاداء المخيب الذي ظهر به زملاء سليماني في النسخه 31 من كاس افريقيا بالغابون والتي خرج فيها الخضر من الدور الأول. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الجزائر مراسل بين سبورتس حسين بوصالح. حسين مساء الخير، ما هي أول ردود الأفعال للشارع الرياضي الجزائري بعد استماع لهذا الخبر؟ بداية مساء الخير زميلي رضا ولمشاهدي قناة بي ان سبورتس. لعل خبر عدم نية رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوا لترشح لعودة أخرى كانت ربما واضحة ومرتقبة، وهذا بعد اللغط الإعلامي الكبير الذي عرفه هذا الموضوع بعد خيبة الإقصاء من كان الجابون المنتخب الجزائري الذي كان مرشح الذهاب بعيدا في هذه الدورة، وهو ما جعل كل سهام الانتقادات توجه صوب محمد راوراوا، سواء عدم أو تغييرات المتعددة للمدربين، ثلاث مدربين تم تداولهم على المنتخب الجزائري، وأيضا ربما كانت التصريحات الأخيرة للوزير الجزائري وزير الشباب والرياضة الهادي والتعليق الذي قال عن راوراوا أن يقدم اعتذاره للشعب الجزائري بعد هذا التعذر، والاستقالة كانت توحي إلى أن النظام وأن القائمين على شؤون الكرة الرياضية في الجزائر كانت لهم نية في عدم تجديد الثقة، ولو أن أمور الاتحاد الجزائري هي أمور مستقلة، ولكن ربما الرئيس محمد راوراوا شعر إلى الضغوطات الكبيرة وإلى هذا الجدل الكبير وفضل عدم الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع ربما كان يفكر قدام، خصوصا أن محمد راوراوا الآن يفكر في تجديد عضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لعهد رابع على المستوى خلال الجمعية الانتخابية بالعاصمة الإثيوبية هذه بدا في 16 و17 مارس، ولو انه ايضا مشكل الامور الصحيه لانها تطرح اشكاليه اذا كان رئيس محمد راوراوا لديه لا يمكن ان يواصل رئاسه الفيفا بحسب المصادر لكون انه ظروفها الصحيه لا تسمح له. طيب حسين لماذا يفكر؟ نعم حسين، الان يعني بالنسبه للمصادر تقول ان محمد راوراوا سيعلن عدم الترشح لعوده جديده بسبب الوضع الصحي، ولم يكن الحديث عن نتائج المنتخب الجزائري في الآونة الأخيرة وتغيير المدربين. ما مدى صحة الوضع الصحي لمحمد راوراوا؟ أكيد أنه محمد راوراوا كان عانى من إرهاق ووعكة صحية خلال تواجده في الجابون خلال المباراة أو خوض المنتخب الجزائري ضمن هذه الدورة، لكن ربما أنه الوضع الصحي جاء نتيجة الضغوطات الكبيرة، قلنا ضغوطات كبيرة عاشها رئيس الاتحاد محمد راوراوا حتى وإن لم يكن موجود في الجزائر، سواء من وسائل الإعلام الجزائرية أو من الشارع الذي ربما مارس ضغوطات جعلت محمد راوراوا حتى أكيد أنه هذه الصحة تتأثر بهذه الضغوطات وهذا المحيط. فعلا محمد راوراوا يشعر بحسب المصادر التي تم تناقلها بتعب صحي وعدم استمراريته او الوضع الصحي على عدم استمراريته لتحمل هذه الضغوطات التي تبدو انها سوف تتزايد مع مرور الوقت، لان يعني الجزائر ايضا مرشحه لتصفيات او سوف تكمل مغمار تصفيات كاس العالم بروسيا، وايضا نعلم ان حظوظ الجزائر باتت ضئيله خصوصا بعد التعثر في المباريتين الاولتين، وبالتالي انه اكيد انه الوضع الصحي لديه شطر من هذا التنازل، ولو انه ربما انه المشكل الكبير يعود الى خيبه الاقصاء. نعم. وهذا لو كان مثلا الجزائر تاهلت او وصلت الى الادوار النهائيه لما كان الرئيس محمد راوراوا يفضل الاستقاله، ولا كانت وسائل الاعلام او السلطه الجزائريه تنتقد محمد راوراوا، لكانت الامور سارت على ما يرام. أكيد. وبالتالي هذا الاخفاق هو الذي ربما يشكل الحيز الكبير من هذا القرار الى عدم الترشح لعهده جديده. والاكيد نتذكر كذلك نتائج المنتخب الجزائري في كاس العالم وكيف كان محمد راوراوا، والكل يشيد بهذا الرجل. طيب في حاله التاكيد لهذا القرار، هل هناك اسماء مرشحه لخلافه محمد راوراوا لرئاسه الاتحاد الجزائري؟
بالتالي فيما يتعلق بموضوع من يخلف محمد رونالدو، كانت اسماء ربما في وقت مضى لم تكن هناك اسماء معلنه بشكل رسمي، لانه بعض الاسماء كانت تفضل عدم الترشح بما ان محمد رونالدو لا يزال على راس الفاص، لكن لحد الان هناك اسماء تم تداولها وسائل الاعلام او حتى هذه الاسماء التي سوف اذكرها ابدت رغبتها في رئاسه الفيفا على غرار عبد الحكيم فرار رئيس نادي وثاق السيتي سابقا الذي ابدى رغبته الى الترشح للانتخابات المقبله، ايضا خير الدين زطفي رئيس نادي بارادو والذي يحقق ربما اشاده والذي اشاده كبيره في الشارع الكروي نظير نجاح المدرسه الكرويه التي اسسها وايضا الاعمال الكبيره التي يقوم بها، وايضا هناك ايضا مراد لحلوه ورئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي والذي كان قد تقدم في مرات سابقه بالترشح وربما لم يتم مرور ملفه، هو ايضا ابدى موافقته، لكن مع هذا لم تتضح صورته خلال الساعات القليله القادمه بعد هذا القرار، ربما ستظهر اسماء اخرى سوف تعلن نيتها للترشح لرئاسه نعم. الاتحاد الجزائري لكره القدم. حسين بوصالح كنت معنا مباشره من الجزائر، شكرا لك.